اول خطوه انتم تشوفوا احنا اننا احنا بغينا نكملوا معهم المباراه وما قال لك سيدي لا ما كاينش الفار وما يمكنش نكملوها وما نرجعوش خاصكم تقبلوا ذاك البيت واخا غلط قبلوه هنا ما يمكنش هذا هذا لا لا كان فرق قانوني هما راسو عندهم سلطة تقديرية كيفاش فرق قانوني غير علينا احنا ما يكونش على فريق اخر الا كان الفريق ما يمكنش احنا سجلنا هدف صحيح بشهادة الجميع العالم كله كيشوف هذا الهدف كيفاش الفار صبح ما خدامش صبح ما خدامش في دقيقة واحدة هما اللي جابوا الفار هما اللي داروا ديزينياسيون قالوا شكون الحكم اللي كاين في الفار وقالوا هما اللي صرحوا بهذا الشيء إذا ماشي أنا اللي كنتحمل المسؤولية المؤسسة اللي عينت هاد الناس اللي كتحمل المسؤولية وحنا غادي نمشي معهم إلى أبعد نقطة من أجل إثبات الحق.